السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله موضوع الليست. لو احنا حابين نضيف ننشئ ليست جديدة، الليست دي هنسميها مثلا ديبت، اللي هي الإدارات أو الأقسام. وحابين نضيف إدارة، نحذف إدارة، نكرر اسم معين. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الكلام ده ازاي. فهنسميها ديبارتمنت او ديبت، اوكي ايكوال، ونفتح السكوير براكتس ونبدأ نضيف مجموعة من اسماء الاقسام زي الاي تي مثلا. اوكي طيب، لو هنا جينا كتبنا ديبارتمنت، هنا ادي ديبت عشان نستعرض محتوى الليست بتاعتنا. تمام. طيب نتذكر مع بعض، لو احنا حابين نعرف عدد عناصر الليست بتاعتنا كنا بنستخدم فانكشن اسمها لين، ونكتب اسم الليست. قال لي عندي 3 عناصر. طيب لو كنا حابين نضيف إدارة كمان، فكنا بنستخدم الابند، فبنقول مثلا اسم الليست ديبت دوت append، ونكتب الاسم اللي احنا عايزين نمرره، العنصر اللي احنا هنمرره. ممكن نكرر الاي تي على فكرة، ونستعرض الليست بعد ما كررنا اهو. لو احنا ملاحظين هنلاقي الاي تي اتكرر. طيب لو احنا حابين دلوقتي نحذف عنصر من العناصر الموجودة، انا عندي تو فانكشن بقدر استخدمهم لعملية الحذف، عندي remove و delete. طيب لو جينا نقول remove او اسم القسم، اسم ال list depth dot remove، وهنا قلنا له اسم ال item ال IT مثلا، واستعرضنا الدبت، هلاقيه حذف لي اول عنصر قبله اسمه اي تي. يعني لو عندي الاي تي دي متكررة 10 مرات بياخدها بالترتيب، اول اي تي هيقابله هيحذفه ويبدأ يتجاهل الباقي. طبعا لو انا عايزه يشتغل على يحذف كل اللي اسمهم اي تي، هعمل فور لوب طبعا علشان يحذف كل اللي اسمه اي تي. عندي طبعا فانكشن تانية اسمها ديليت، بقدر من خلالها ان انا احذف عنصر، بس هنا الديليت بتشتغل على رقم الاندكس اللي انا هحذفه. يبقى لو انا حابب استخدم رقم الاندكس، احذف رقم العنصر اللي جوه الليست من خلال رقم الاندكس، يبقى انا هستخدم الفانكشن اسمها ديليت. فبكتب ديل واسم الليست بتاعتي ديبت، وهنا انا كنت حابب احذف اخر عنصر اللي هو ماينس 1. تمام، اكتب له كده. المصفوفة بتاعت الليست بتاعتي فيها سيلز واكاونت واي تي. لو انا حابب احذف الاي تي عندي طريقتين، عندي طريقة الريموف والديل. لو احنا محتاجين نعمل سورت للليست بتاعتنا، فهقول له depth dot sort. اما في الديكشنري بنقول sorted، ما بنقولش sort. depth، لا ملاحظين ال IT كانت اخر حاجة، لا تم الترتيب بشكل ابجدي الفابيتيكال زي ما احنا شايفين كده. لو احنا حابين نعمل ريفرز للليست بكل بساطة خالص، هنقول له ديبت دوت ريفرز. اوكي نستعرض الديبت كده، هنلاقيه عكسها. خلينا نعمل ليست جديدة مثلا نسميها سالري. اوكي ونكتب مجموعة من الأرقام.
تمام. طب لو استعرضنا السالري، ممكن نقدر نعمل لها ريفرس ونعمل لها سورت. طيب ممكن نقول له سالري دوت ريفرس، ونقول له سالري. لو احنا ملاحظين هنا كانت 9000، ده اخر رقم اصبح هنا موجود، اول رقم في الاندكس رقم 0 دلوقتي، كان طبعا هو موجود في الاندكس الاخير. طبعا لو حبينا نعمل سورت هيعمل ترتيب الفابتكال. تمام، يبقى ممكن نقول له سالري دوت سورت، وطبعا هنستعرضه، عمل لي ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير زي ما احنا شايفين. طيب لو احنا حبينا نعمل نستد ليست، تعالوا نكريت ليست كده بالشكل التالي ونسميها مثلا نيو ليست. اوكي، يكون هنا هنبدأ نحط نضيف مجموعة من الليستس، يعني مثلا ادي الليست الاول في 3 ايتم مثلا، زي مثلا الاي تي سيلز اكاونت ونضيف، ودي الليست التانية. هي طبعا دي كلها ليست، ولكن ده الاندكس رقم 0. الليست اللي بعد كده بتاخد الاندكس رقم 1، واللي بعدها تبقى الاندكس رقم 2. تمام، يبقى انا عندي ادي الاندكس رقم 0، وبعد كده رقم 1، وبعد كده رقم 2. خلينا نكتب هنا مثلا ارقام، طبعا لو انا حبيت اطبع الليست بتاعتي فبقول له نيو ليست. طبعا دي ده شكل الليست بتاعتي لو انا حابب اطبع اكاونت. طيب ازاي اوصل لاكاونت؟ اكاونت موجود دلوقتي في الاندكس رقم 0، لانه ده كل ده اندكس في الاندكس رقم 0، وهو على مستوى الليست الداخلية دي موجود في الاندكس رقم كام؟ 0 1 2. يبقى لو حابب اطبع اكاونت هقول له نيو ليست، بقول له برنت اوكي نيو ليست، اسم الليست بتاعتي، وافتح السكوير براكتس واكتب طبعا الاندكس الاول رقم 0، الاندكس الثاني رقم 2، طبعا طبعا لي اكونت. اوكي طيب ال200 دي، ال200 دي في الاندكس رقم طبعا هنا رقم 1، وبالنسبة لدي رقم 0، تبقى 1 و0. يعني لو عملنا هنا 1 وديت 0 هيطلع لي 200. طيب البي في الاندكس رقم 2، وفي الاندكس الداخلي رقم 1، 2 ودي 1، جاب لي البي. يبقى احنا اليوم ان شاء الله درسنا مع بعض الليست، درسنا بعض الفانكشن اللي بتتعامل مع الليست زي الريفرس اللي هي بتعمل عملية عكس للايتمز اللي داخل الليست، الابند لو احنا عايزين نضيف عنصر على الليست، السورت لو احنا حابين نرتب ترتيب تصاعدي لعناصر الليستة، كمان اللين بيجيب لي طول الليست بتاعتي، ازاي برضو نعرف مواقع العناصر داخل الليست، والفرق ما بين الريموف والديليت. الاتنين فانكشن بيحذفوا العناصر، لكن الديليت بتتعامل مع رقم الاندكس،
اما الريموف فهي بتتعامل مع اسم العنصر نفسه، ولو احنا عندنا العنصر اسمه متكرر واستخدمت الريموف اول اسم بيقابله بيحذفه فقط، ما بيحذفش الباقي. لو احنا طبعا حابين نحذف نفس الاسم لباقي العناصر بنستخدم اللوب طبعا. بشكل مختصر دي كانت الليست. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن الديكشنري والعمليات اللي بتحصل عن الديكشنري، والمرة اللي بعدها بإذن الله هننهي موضوع السترينج ده بالطابلز بإذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.